الفراخ اللي هيبقى محشي سبانخ وجبنه. هقول لكم على المقادير دلوقتي. معانا يبقى فيليه فراخ او صدور مفتوحه بس مدقوقه، خلاص. هيبقى في معانا للتتبيله بودره ثوم، بودره بصل، ملح وفلفل. للحشوه معانا كوبايتين جبنه مبشوره جوده، للي عايز يحط ريكاتا ينفع، كوبايتين او ثلاثه حسب الاحتياج. اربع كوبايات اوراق سبانخ او يعني حزمتين ثلاثه كده حسب ما انتوا عايزين. ومعانا بعد كده بقى للصوص نفسه هيبقى فيه كوبايه كريمه لباني، معلقه كبيره من المستردة، معلقه كبيره من الثوم المفروم، خلاص. وهيبقى فيه مرقه حسب الاحتياج بس كده. طيب كل اللي احنا هنعمله، انا بمسك شريحه الفراخ اللي هو الصدر، يا مفتوح نصين ومدقوق يا اما فيليه بنطلبه على طول واحنا بنشتري يتعمل لنا بالطريقه دي، او بنقطعه في البيت. اهم حاجه ندقه بس علشان ايه؟ يتفرد كويس. خلاص ببتدي اعمل ايه بقى؟ التتبيله اللي معايا بودره الثوم، بودره البصل، ورشه ملح وفلفل عليها بالشكل ده. ومن بره هيحصل نفس القصه اهو. ببتدي بقى اجيب السبانخ اللي عندي بحطها في النص، بشيل بس العيدان عشان ما تضايقناش. وببتدي بقى احط الجبنه، بضغطها، باخد الجبنه المبشوره واضغطها في ايديا كده، احطها في النص، اروح لفه و حاطة خلة اسنان قافلة بيها، بسخن الطاسة، بحط معلقة زيت وانزله فيها بقى. حطيته دلوقتي مش في الاول عشان ما يتحرقش معانا. خلاص تشويحه بسيطه جدا. المستردة هحطها لان ده كده ما استواش معانا. خلاص المستردة هحطه على الكريمه اللباني معانا اهو، واقلبها كويس، وهسيبها لسه شويه، هنزلها في الاخر مش هنزلها دلوقتي. وهنزل دلوقتي بقى المرقه عشان عايزه ابتدي اساويها، بس مش هنزل كتير، يا دوبك تساعدني على انها تطلع بخار حلو يديني فرصه ان انا اسويها. التومه برده ما عملتهاش قوي على النار، يا دوبك التشويحه البسيطه دي. شايفين بقت عامله ازاي اهو؟ دلوقتي بقى هروح موطيه النار بعد ما اخدت لون من كل ناحيه، هوطي النار واغطي عليها ضروري كده عشان ندي فرصه تستوي. في الاخر هروح مديها بقى الكريمه مع المستردة في اخر حبه، يا دوبك ايه تاخد لها غلوه وخلاص. هنا بقى احنا محتاجين نحط الكريمه اللي احنا دوبناها مع المستردة، هحطها حالا في الاخر. المستردة مع الكريمه بتدي طعم حلو جدا جدا، سواء ديجون او المستردة العادي اللي هي المصري، بتدي طعم حلو جدا. خلاص تقليبه بس، وتاخد لها غلوه بسيطه عشان نعرف نقلبها نقدمها. نقلبها اهي، ريحتها طبعا جامده جدا. يفضل بلاش بطاطس عشان دي فيها دسم، اللي عامل دايت ممكن ياخد منه شويه. المهم بس اعرف امشي سليمه من هنا من غير ما الصوص ينزل في كل حته، هلف كده احسن. واحط الصوص بقيته في صوصيره، تمام. تتقلوه بمعلقه نشا صغيره في شويه كريمه، او يفضل قصدي في ميه مثلا على جنب، او في شويه مرقه بس تكون بارده، وتروحوا منزلينه هيروح متقل معاكم الصوص.